الأسبوع كان لصالح بعض من الأسواق وكان بعيد عن بعض من الأسواق الأخرى. في أسواق وجدنا فيها تفاعل واضح مع فترة ما قبل إعلان النتائج كالسوق السعودي. في أسواق وجدنا تداولت فيها كانت فقط عمليات تحرك وتدوير في المحافظ. أي من الأسواق كان هذا الأسبوع بالنسبة لها فعلا حالة ترقب واضحة قبل النتائج؟ أعتقد بأن الأسواق المحلية كانت من أشد التأثر. الإماراتية تقصد؟ نعم، الأسواق الإماراتية كانت من أشد التأثر بنتائج الربع الثالث، بل بتاريخ إغلاق الربع الثالث. نحن نعلم بأن هناك الكثير من المتداولين يقومون بالتداول على المكشوف، أصبحت عملية الإغلاق في نهاية كل ربع أزمة يتعرض لها معظم الصغار المستثمرين أو صغار المتداولين. انخفاضات حادة قد تحدث للسوق في هذه الفترة، شهدناها في الأيام القليلة الماضية خاصة خلال الأسبوع الماضي، جلسات من الانخفاض الحاد بعضها وصف بأنه الأكبر منذ عدة أشهر يتعلق بهذا الشيء. إذن يتأثر حتى الآن السوق بشكل أكبر بالمضاربين وبصغار المستثمرين وليس بكبار المستثمرين. نعم. أو بالمستثمرين طويلي الأجل. لا تزال حتى الآن سيولة الأسواق نسبيا ضعيفة لا تقارن بفترات ماضية، وخاصة في أعوام الرواج في 2005 أو في 2008، مستويات تداول في حدود 200 إلى 300 مليون في أفضل الأحوال لكل السوقين لا تعتبر كميات كافية. نعم. للنهوض بالسوق في أقنية صاعدة طويلة أجل تدفع كبار المستثمرين أو مستثمرين أجانب للدخول بشكل مستمر إلى الأسواق ودعم حركة السيولة فيها وحركة الاتجاه الصاعد. إذا ما قلنا أنه نستطيع أن نوزع بالنسبة المئوية هذا الأسبوع، التداولات كانت مبنية على حالة ترقب لنتائج الشركات التي ستأتي الأسبوع القادم، لكن النصف الآخر كان أيضا يراقب أسعار النفط العالمية التي بدأت تتأرجح وتشهد تذبذب. ناهيك طبعا أن القياديات في الأسواق الخليجية هي لأسهم تعمل في مجال النفط والطاقة كذلك. كيف وجدت حالة المراقبة لأسعار النفط العالمية انعكاسها على أداء هذه الأسهم؟ بشكل عام من يراقب الأسواق النفط العالمية أو الأسواق العالمية بشكل عام نجد ارتفاع خلال 4 أشهر الماضية بحدود 15% تقريبا للنفط، بحدود 15% أيضا إلى أسعار الذهب وهو الملاذ الأخير للمستثمرين. كذلك نجد نفس الارتفاعات حصلت على معظم الأسواق الأوروبية، نشهد ارتفاعات بحدود 10 إلى 20% حدثت خلال 4 أشهر الماضية. هذا نفس الارتفاع حصل لدينا في سوق دبي المالي من 1 جون وحتى اليوم تقريبا 4 أشهر كاملة. إذن أسواقنا المحلية تتماشى بشكل كبير خلال الفترة الماضية، على الأقل نستطيع أن نصف على الفترة متوسطة الأجل تتماشى مع حركة الاقتصاد العالمية وحركة السلع والمعادن والأسواق العالمية. إذن على عكس فترات ماضية نجد تعاكس كبير في حركة أسواقنا المحلية مع حركة بعض الأسواق العالمية، إن كانت أسهم أو سندات أو أسهم أو سلع. نجد الآن تناغم بعض الشيء في الحركة، يعكس هذا الشيء بعض الاستقرار وعودة الطمأنينة للمتداولين المحليين. أيضا وجدنا نفس الارتفاع بالقطاع العقاري بأسعار الوحدات العقارية خلال عام كامل ما يقارب 15%. إذن السوق يخصم بعض الارتفاعات وبعض الزخم على القطاع العقاري محليا و حركة الأسواق العالمية بشكل عام، إذن يسير بنفس الاتجاه وبنفس الروح الإيجابية. هذا بالنسبة إذا كان في تمتع بتفاؤل في هاي الفترة. بعض الشيء. ما الذي نتوقع للربع الثالث من إنجازات؟ يعني من هي القطاعات في المنطقة الخليجية في الأسواق الخليجية بشكل خاص، لأن نريد أن نعممها الأسواق العربية أيضا، التي ستبدي ارتياح، أداء تشغيلي قوي جدا، استفادت من 3 أشهر هذه في هذا العام لربما من حركة التأرجح في الأسواق العالمية والخارجية، استفادت بأن جذبت إليها الأجانب في عمليات شراء ضمن محافظ قوية نشاطة في الأسواق. من الأسواق اللي تأثرت بشكل إيجابي في 3 أشهر الماضية؟
بشكل عام قام السوق الكويتي بالاستفادة من الارتفاعات في الأيام أو في فترة شهرين ماضيين، كذلك السوق القطرية. السوق السعودية لم تكن بتلك الإيجابية خلال الفترة الأخيرة، شهدت بعض الانخفاضات، كانت أسواق الإمارات أيضا من المستفيد في هذه الارتفاعات. أعتقد بأن القطاع البتروكيماويات هو القطاع الأفضل على مستوى المنطقة وعلى المستوى الإقليمي كأداء متوسط أو طويل الأجل، ولكن قد يعاني في بعض الأحيان من بعض التذبذب نتيجة تحرك أسعار النفط عالميا، ولكن هذا لا يؤثر بشكل عام على الأداء طويل الأجل للقطاع بالدرجة الثانية. ولكن وجدنا أنه في مؤثرات خارجية أخرى غير أسعار النفط، يعني صحيح. إذا نظرنا إلى البيانات الأسيوية وخاصة الصين، حالة الانكماش المتواصل في قطاعات كقطاع الصناعات التحويلية كان له تأثير هام جدا، وخاصة على أسهم كصناعة قطر، ملاحة، وقود، الأسهم اللي بتتأثر بعمليات التجارة الخارجية مع السوق الصيني وغيره. كيف تجد مستقبل حتى نهاية هذا العام لهذه الشركات إذا ما تحسنت البيانات الاقتصادية من الصين؟ أعتقد بأنها ستعاني من بعض التذبذب، كون الصين مؤثر رئيسي على هذه القطاعات ومؤثر على نفس القطاعات ليس إقليميا فقط بل على المستوى العالمي. الصين مؤثر كبير. يجب أن لا ننسى أيضا تأثر عمليات هذه الشركات، بعض الشركات بحاجة إلى عمليات تمويلية. الوضع التمويلي بالنسبة لهذه الشركات غير متزن تماما. أيضا لا تزال الأزمة الأوروبية تضفي بعض السلبية على أداء الشركات محليا، كون ضعفت قدرة هذه الشركات والتي بحاجة إلى عمليات تمويل كبيرة، ضعفت قدرتها على الحصول على عمليات تمويل. وبالمقابل المؤشرات التي أتت من الشرق الأقصى كانت سلبية بعض الشيء، أيضا أثرت على نشاطها بشكل عام. إذن ضعف في القدرة التمويلية مع ضعف في المؤشرات الاقتصادية للنشاط الرئيسي لهذه الشركات قد يؤثر عليها سلبا حتى نهاية العام. طب ماذا نتوقع الأسبوع القادم؟ أولى الأسواق التي ستقدم على إعلانات نتائج الربع الثالث التي عادة ما تكون السباقة في إعلان هذه النتائج. القطاع البنكي عادة مجبور لأنه البنوك المركزية تدقق أو لديها بيانات غير مدققة المرحلية الأولية بتكون. من من الأسواق اللي حتشغل الأنظار إلها الأسبوع القادم؟ أعتقد أكثر الأسواق المرشحة للاستفادة من نتائج القطاع المصرفي هي أسواق أبوظبي وسوق السعودي بالدرجة الأولى. شهدنا تراجع لأهمية قطاع المصرفي لسوق دبي في التأثير، حتى أن تأثيره لا يذكر على مؤشر سوق دبي في الآونة الأخيرة، خاصة في الستة أشهر الأخيرة، بل أحيانا يعيق حركة المؤشر نحو الأعلى. لذلك الاستفادة الأكبر نحو سوق أبوظبي وكذلك سوق